أهلا وسهلا. حلقتنا اليوم بلا مقدمات عن الفقيه البصري. الفقيه البصري مناضل صلب وصاحب عزيمة لا تلين، مخطط كبير لا يهاب الموت، وشجاعة قل نظيرها، فرض احترامه على الجميع. عنده بزاف ديال الأعداء وبزاف ديال الأصدقاء، ولكن بزاف ديال الأعداء أولهم الحسن الثاني. الفقيه المصري هو أول مؤسس لجيش التحرير عام 1953، ومؤسس لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عام 1959، أكبر حزب معارض للحسن الثاني، ومؤسس لنقابة الاتحاد المغربي للشغل. مناضل تسبب بصداع كبير للمستعمر الفرنسي، وكذلك للملك الحسن الثاني، وكان الحلم ديالو اغتيال الحسن الثاني بأي طريقة وبأي وسيلة مهما كلفه ذلك من ثمن. الفقيه البصري كان علبة من الأسرار الخطيرة في تاريخ المغرب، انطلاقا من سنة 1953 إلى تاريخ الوفاة ديالو سنة 2003. الفقيه البصري رجل يفكر بأكثر من عقل وينفذ بأكثر من رجل. الفقيه البصري قدم رسالة اعتراف في جريدة لو جورنال سنة 2002، وكانت بحل البركان، بحيث أنه كان مشارك، قال فيها أنه كان مشارك في انقلاب غشت 1972، وأنه نسق بجدية مع الجنرال أوفقير باش يطيح الطائرة الملكية في هذا النهار. الفقيه البصري دار أكثر من محاولة انقلابية، وصلت 18 محاولة كما يؤكد أحمد ويحمان. الفقيه البصري كان مسؤول على 18 محاولة لاغتيال الحسن الثاني، منها الانقلابين العسكريين الفاشلين في بداية السبعينات، وصدر في حقه حكمين بالإعدام غيابيا. المهم، 18 محاولة انقلابية ضد الحسن الثاني كانت كتفشل في اللحظات الأخيرة لأكثر من سبب. الخطير في الفقيه البصري أنه رجل لا يستسلم، لا يتوقف عن الحركة، لا يتوقف عن التفكير فيما يؤمن به، سواء كان في المغرب أو خارج المغرب أو حتى داخل أسوار الحبس. قناعات صلبة ومتينة ديالو يصرفها بقناعات تامة في الممشى، وله قدرة عجيبة على التواصل وخلق علاقات جديدة وضخ الدماء، وقدرة كبيرة على التنظيم وإعداد المخططات بسرية تامة وتنفيذها دون تردد. من المحاولات اللي قادها من الخارج هي ما يعرف بأحداث ضرب عزة بإقليم خنيفرة سنة 1973، مع مجموعة من المنتسبين لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إضافة إلى بعض الرفاق اللي كانوا في المنفى وهاربين الجزائر، معتقدين القيام بثورة حقيقية انطلاقا من ضرب عزة من قرية صغيرة في الأطلس المتوسط، ومعتقدين أن إطلاق أول رصاصة ستدفع الجماهير للمشاركة بكثافة. حسب المناضل محمد بوغرين اللي عايش ثلاثة ديال الملوك، يقول أن الفقيه البصري كان على وعي تام ومدرك بشكل كبير بأن ظروف ثورة ضرب عزة لم تنضج بعد، ومع ذلك سائر حماس وأحلام الشباب ودفع بهم، وهو ما حكم على هذه الثورة الوليدة بالقتل وإعدام بعض المشاركين فيها، من بينهم عمر دهكون. من المحاولات الخطيرة اللي كانت غادية تقضي على الحسن الثاني
نهائيا أو صفة نهائية محاولة الفقيه البصري التنسيق مع وديع حداد. وديع حداد اللي هو قائد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على إطلاق صاروخ يفجر طائرة الحسن الثاني انطلاقا من مطار مدريد، مع العلم أن وديع حداد كانت كل الضربات الجوية ديالته لا تخطئ ولو واحدة منها، انطلاقا من إحدى الفيلات المجاورة للمطار. ولكن الفقيه البصري في آخر دقيقة وقف العملية ولا يعرف السبب لذلك، واش المخابرات الإسبانية هي التي أوقفت هذا العمل ولم تقتنع به أم أن هناك ظروف أخرى. المهم أن الفكرة اللي كانت مسيطرة على الفقيه البصري أنه يجب تصفية الحسن الثاني بأي ثمن وبأي وسيلة ومهما كانت الظروف، وهو الحلم الذي لم يتحقق للفقيه البصري، وأنه يعني في آخر اللحظات دياله سيعود إلى أرض الوطن وسيمضي ما تبقى من سنواته في المغرب إلى سنة 2003. الفقيه البصري غادي نجو من الموت 5 ديال المرات، من موت محقق وأكيد، 4 ديال المرات تحكم عليه بالإعدام، 2 مرات حضوريا و2 مرات غيابيا، ومرة نجا من الموت من بندقية مصوبة على وجهه من طرف الباشا القلاوي مراكش. الفقيه البصري ظل يؤمن بمقولة والده: كن وطنيا ولا تكن ملكيا. أول وهي مقولة بقات ترن في عقله وفي أذنه دون أن تتوقف. أول موقف وهو ابن قرية أدوز القريبة من دمنات وكذلك القريبة من مدينة قلعة سراغنة، اللي هو من مواليد 1925، بمعنى أن ابن بركة كبر منه بخمس سنوات، يعني ابن بركة من مواليد 1920. أول موقف كما قلت كيحكيه في المذكرات ديالو مشهد معمر فرنسي يجلد مغربيا أمام الملأ دون أن يتحرك أحد لإنقاذه. أول موقف يعني هذا الموقف هذا وهذه الصورة هذه ما بغاش تمحى ليه من عقله. وما نساش جشع تهاني القلاوي وهو يمنع الفلاحين المغاربة ما يقيسوش الزيتون ديالو والغلة ديالو حتى يتحول زيت، تتحول إلى زيت. بالإضافة إلى يعني مشاهداته اليومية ما كان يرتكبه المعمر والمستعمر الفرنسي من قسوة وبطش ونهب لخيرات المغاربة والتسلط عليهم. هذه المواقف دفعت به على المستوى النفسي إلى هذا الظلم بشكل فطري وغرائزي، وغادي يتزعم من معهد بنو يوسف بمراكش. وانا غادي نفتح واحد القوس هنا، غادي يتلاقى مع الصديق ديالو الرفيق ديالو عبد الله ابراهيم. هذه المظاهره اللي تزعمها وبدايه يعني من معهد بنو يوسف غادي تكون النواه الاولى للاتحاد الوطني لطلبه المغرب، الرد على التهم القلاوي اللي كان يدعو الاسر المغربيه الى عدم تعليم البنات اقل من 12 عام بحجة أنهم غادي يحملوا. وأمام الجميع الفقيه البصري رد على الباشا أنه هو الراعي الأول للدعارة، رد على الباشا وقال له بأنك أنت هو الراعي الأول للدعارة وأن الطفل أقل من 12 عام من المستحيل تحمل. الباشا الكلاوي استشاط غضبا، بمعنى فقد أعصابه وطلع عليه الدم وصوب بندقيته في وجه الفقيه البصري
لولا تدخل الفرنسيين لأرداه قتيلا، لأرداه قتيلا. وبذلك كتب له عمر جديد. المحاولة الثانية للنجاة من الموت هي تأسيس جيش التحرير سنة 1953، رفقة محمد زرقطوني ورحال المسكيني والعديد من الشهداء المغاربة والمناضلين، والقيام بزاف ديال العمليات كبدت المستعمر الفرنسي خسائر فادحة وكبيرة، وتم إلقاء القبض على الفقيه البصري سنة 1954 وحكم عليه بالإعدام رفقة مجموعة من المناضلين وقادة جيش التحرير. وبقدرة قادر استطاع الفرار من السجن المركزي بالقنيطرة دقائق قبيل جرهم لحبل المشنقة وتنفيذ الإعدام. المحاولة الثالثة، اعتقل الفقيه البصري مع عبد الرحيم بوعبيد سنة 1960 بسبب الخط التحريري الراديكالي لجريدة التحرير والدعوة إلى مقاطعة الدستور 1962 وانتقادهم الشديد لحرب الرمال ضد الجزائر عام 1963، وتم إلقاء القبض عليه فيما يعرف بمؤامرة 1963 ورفقة العديد من قادة وزعماء الاتحاد الوطني، والتي استهدفت اغتيال الملك الحسن الثاني وقلب نظام الحكم واستبداله بنظام جمهوري كما جاء في صك الاتهام. غادي تسجن عام ونص قبل ان يتدخل، قبل باش يدخلوه في لائحه الاعدام رفقة عمر بن جلون ومؤمن الدويري. ويعني بعد حاله الاستثناء في 1965 سيطلق صراحة، أو غادي الحسن الثاني يطلق الصراح ديالو يعني لتلطيف الأجواء وبداية مرحلة جديدة اللي كان كيتمناها. المحاولة الرابعة والخامسة، الحكم عليه بعد الانقلابين العسكريين بالإعدام، وبذلك ينجو من الموت المحقق خمس مرات، ولعنة الموت تطارده ولكن القدر يلعب لعبته فيها وينجو بشكل عجيب وغريب. الفقيه البصري رجع سنة 1996 بعد إعفاء الحسن الثاني على المعارضين والمنفيين والسماح لهم بالعودة إلى المغرب. الفقيه البصري قضى سنوات طويلة بالمنفى وعنده بزاف ديال التجارب بفرنسا والجزائر وإسبانيا وسوريا ومصر وليبيا والمشرق العربي وبزاف ديال البلدان. خلق صداقات مع الحكام ومع المناضلين العرب وكذلك عداوات مع الكثيرين. يعتبر في نظر الكثيرين، في نظر المؤرخين، أنه الصندوق الأسود أو الصندوق الكبير للكثير من الأسرار ومن المخططات وطاقة كبيرة للتفكير والتنفيذ دون ملل وبسرية كبيرة. نجي من الموت خمسة ديال المرات، هو والحسن الثاني كانوا متناقضين، كل واحد منهما يكره الآخر حد الموت، ومن القدر أن كلاهما لم يموت لا بانقلاب ولا باغتيال، وإنما بمرض استبد بالأجساد. نأتي على نهاية حلقتنا، كان معكم عبد الله الساورة، دمتم في رعاية الله وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.